السلام عليكم، عزوفنا بونجور بونسوار. مرة أخرى ولينا معكم. دي فوا ما على بالناش كيفاه نبدا، لأن ماشي كيما هادوك الناس اللي يعاودوا الكاسيط، يعاودوا حتى وين تمل. بصح مازالهم، ميم سي السوجي سي لو ميم توجور، مي نخلع كيفاه الناس تسمع نفس الأسطوانة مازال راهي تسمع. anyways، نشكر هناك بعض الناس اللي اتصلوا بيا من هذوك الجيشيتو، يعني سيدي جون سامبل، ماشي قيادة ولا أعرف أن الناس هذو مواطنين وطنيين شرفاء. قاع هذا الجروب هذا، قاع المجموعة هذك، والخاصية اللي تجمعكم قاع هو أنه جامي تخليو البلاد، ميم سي البلاد هذه دي فوا ما عطاتكمش الحق تاعكم، من نتوما جامي تخلو البلاد. عطيتو الوقت تاعكم، الجسد تاعكم، العائلات تاعكم، ما عطيتو كلش من اجل هذا الوطن. لسوء الحظ دي فوا لا ريكومبونس هذه ما توليش كيما الواحد يتصورها، معنى كيما نقولوا واش يجمعكم قاع هي الوطنية. ممسي هناك فئات مختلفة، كل واحد واش دار، ولكن واش كان في المخ تاعكم هو حماية البلاد. تجتمعوا قاع لصالح البلاد مهما كانت الإطارة تاعكم والاتجاهات تاعكم. هذه هي الحاجة المليحة. دونك اعطيتو انتوما الجسد تاعكم والدم تاعكم والأعضاء تاعكم في وقت المحنة. دونك اليوم حتى واحد ما يشك في الوطنية تاعكم. هذه الحاجة اللي مليحة، مهما كانت الأمور ما تخليوش الناس يدخلوا بيناتكم، وانتم ما تخليوش الناس على بالي. لان واحد مثلا يهضر هكذا مزعافيتو، مي كي تولي الصح دائما يوقف مع البلاد تاعو. كما قلت، اعرف انكم مهما كانت الظروف والاجتماعيه العائليه، بصح راكم مع البلاد. لو كان البلاد هذه تعيط لكم مره اخرى، تلقاكم انتم ما تلقاش الاخرين. دونك ان شاء الله لي دوسي تاعكم كل واحد يتهلا، كما قلت الجيش، كل يعني الفرقه اللي راهي تتهلا في لي دوسي تاعكم. في نفس الوقت نوليو لهذا الحراك هذا. انا مثلا ما كاش مانع مثلا الى واحد يخرج يطلب بيتو بسلميته، ولكن بعد سنتين الواحد لازم يشوف الهدف تاعه. اسكو الهدف المسطور هو لوجيك، اوكي، واقعي ولا موضوعي؟ بصح ان انت تهدر على كيما هذيك تقول له ايا نديرو لي زيليكسيون بريزيدونسيال اونتيسيبي، يعني مسبقه، رئاسيات مسبقه. هي كي كانت الرئاسيات كانت تخرج ويغلقوا البيبان باش حتى واحد ما يفوطي. دوك كي جات الانتخابات، دوك جاب لي ربي العرس خلاص. دونك لازم تفهم باللي ما تقدرش تولي للور. لو كان صارت حاجه ماشي مليحه لا قدر الله، ما تقدرش تولي للور. دونك في اناس اللي خموا اليوم مثلا، هذو الناس هذو ما لازمش تقولوا باللي ما صار لكم والو. كي تخرج مثلا ابريل 19 ديسمبر 2019، كي تخرج مثلا صباح ما تلقاش الريسان طايرين في العاصمه ولا في البلده، في الجبل ولا في اي مكان، ولا في براقي ولا في بن طلحه، الاماكن هذو اللي كانت
ساخنة كي تخرج ابري لو 19 ديسمبر. اوكي انت فوتيت ولا ما فوتيتش؟ دونك هادوك اللي فوطاو ندموا شويه، قالوا حنايا فوطينا ما صح لنا والو. اي تشوف واش صح لك، صح لك حاجه ما تقدرش تشريها بدراهم. لازم تخمم باللي لو فات كو رحت انت فوطيت، عندك الكوراج والناس كانت تفيلمي فيك وتحط التصاور تاعك في الفيسبوك، وانت عندك قناعة واش راك درت، رحت فوطيت لبلادك. دونك بغض النظر اللي من فوطيت على واش داكيتو، هذاك شيء شخصي، ولكن في الظروف هذه اللي الناس راحت فوطات ورات وجهها والناس دمرتها حطوها في الفيسبوك ايتو يا خاين راح فوطان لبلادو، قالت له يا خاين. هذه اليوم خرجت دارت لا كونفرنس، قالت لنا حنايا لازم يعاودوا لي زيليكسيون بريزيدونسيال. دونك انت كي كان العرس كنتي غايبه، كنتي تشطحي في الشارع تقولي ما كان والو ما كانش الفوطيتو، والناس راهم يسمعوا لك يروحوا، لان هناك شي اناس مغلوقين تقول له مثلا نقاطعوا الانتخابات، هو يروح يحبس الناس يدمر الناس، مازال ما فهمش وشنو نقاطع الانتخابات، ما يخليش الطرف الاخر يدلي بالرغبه تاعو. مازال ما وصلناش الى قمه الديمقراطيه اللي واحد اللي مثلا ما راحش يفوطي. هذاك شغلك، علاه دير الزرده وندي الناس معايا اللي ما يفوطيش، ولا تفوطي راك خاين. ايه صراحة واش شرا يعني لو 12 ديسمبر 2019 جامي شفناها في اي بلد ديمقراطي. واحد عنده 30 سنه مسار ديمقراطي ونعرفهم بالاسماوات والفيزاج، يقعد قدام لومباساد يدمر الناس شيوخه باش ما يفوطيش. دونك هذيك قضية شخصية بصح، أنا لو كان خممت لو كان هذو اللي الديموقراط هما اللي يوليو في بلاصة النظام هذا، اللي عندهم لا بوليس، اللي عندهم لا جندارمري، اللي عندهم لي كلاش، اللي عندهم لي ميسيل، واش يديرو؟ اليوم الديمقراطية عطات لهم الحق يهضرو، الديمقراطية هذه واش داروا بها؟ أما يدمروا شيوخها في لي كونسولا. لو كان ما هنا في امريكا شتها بعيني هذوك الشيء، وناس رحت عنده راني نهضر معاه شتها بعيني. لو كان مثلا نقول قالها لي واحد، بس انا ما كاش بزاف الغاشي غير هذوك الزوج هذو يزقيو. دونك مي في فرنسا في لوروب ايتو كيما شافوها الناس. دونك انت اللي تقول مثلا ما صح لك والو بعد الانتخابات، لو فات كو الناس اليوم على بالهم باللي عندك رئيس بغض النظر كان مريض كورونا يدو، نقدروا بليز او موا تقدر تلعب بالوقت هذاك هكذا. دونك الفرق لو كان مثلا واش صرا في مصر، واش صرا في العراق، واش صرا في سوريا، ما بسي في سوريا مازال راهي تشد شويه، في ليبيا كان واحد الانسان حاكم كاع الكوميرس البزنس لا برودكسيون لامبورطاسيون، طاح هذاك القائد هذا طاح البلاد. دونك في الجيري بلوز او موان نحيد، ايماجين نحيد لي تات هادو ومازال الدوله راهي تمشي، الكوميرس راهي يمشي. علاه؟ لان الركيزه. دونك عندنا واحد 50 انجينيرو يامبورتي، وعندنا 50 هادو يامبورتي، وعندنا هادو يديروا الكوميرس. دونك يطيحوا شويه تاع لي بيون هادو، مازال استمراريه. لو كان مثلا في المغرب مثلا السلطان حاكم كلش يطيح يروح كلش هادوك لي زونتربريز كاع. الركيزة هي الإنسان واحد اللي حاكمها، كيما تونس مثلا واحد العائلة اللي حكمت كلش، ولكن في الجيري
سيتي ان ريزو كبير كبير كبير، يطيحوا لي بيون هكاك ومازال راهي تمشي الحال. اوكي دونك كي تقارن روحك انت تقول واش ربحت انا في لي زيليكسيون، ميم سي تبون عيان مريض ايتو، ميم سي مازال ما شفتش انت لي ريزولطا، لان ما كانش محكم والو لي زيليكسيون ابري جونفي كانت كورونا سنتين كلش بلوكي. دونك كيف تقيم انت حكومه ولا تقيم اناس ما داروا والو؟ اليوم مثلا كاين الخوف هذا باش يدير مثلا التغيير الحكومي ولا الاحزاب السياسيه ولا البرلمان ايتو. دونك ديجا لو فات كو كاين هذه فقط لا رومور هذه، دونك الناس بداو الوزراء هذوك ينشطوا. دونك كل واحده ويستنى في التليفون بالاستقاله تاعو، كل واحده ويستنى، الخوف الخوف الخوف. امي اليوم خرجوا كاع كاع لي مينيستر راهم يديروا حاجه، علاه تولي حتى تخوف الناس باش يروحوا يخدموا؟ دونك بصح لهم اليوم خرجوا كاع كل واحد وين راه، روح تخدم على روحك، ما تقلقش روحك، يقول لك الانسان روح خدم اصدم، ماشي فقط في البيرو. اوكي دونك خوفهم هذه التغيير الحكومي، خوفهم البرلمان هذه يطيحوا بالبرلمان، الناس اليوم كاع خايفه راهي تستنى في التليفون باش يحاوزوهم ام يخدموا الشغل تاعهم. دونك كي يولي الصح والقزول والخدمه لازم تخدم خدمتك. دونك نوليو الى الناس هذه اللي مازالهم بغاو الحراك الحراك، يسقط النظام يسقط ويروح هذا. كاين شي ناس خرجوا هنا قال لك نجاح نجاح هذا تاع الحراك تاع خراطه ما نجحش، واش يشوفوا ما نجحش من حيث العدد. اوكي دونك من حيث العدد ما خرجوش بزاف ايتو، لان اولا الناس ما باش تمرض، ثانيا عياو الناس، الناس راهي تخمم باش تروح تخدم باش تجيب القد لاولادها باش تافونسي، ماشي فقط دور 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 في الساحات العموميه نفس الاسطوانه. مي اسكو هذو الناس هذو اللي يجيو دائما؟ سقسي روحك نتايا. انا عندي مثلا شوف ثلاثه ولا خمسه، واحد خبير اقتصادي او عنده لا روتريت، واحد ستان بوليتيسي عنده لا روتريت، واحد ثاني عندها لا روتريت، واحد اخر كل واحد عنده المدخول تاعو، خدموا 25 30 سنة، اليوم ما عندهمش واش يديروا أو شي يخرجوا للساحة. هذاك الشاب هكذا تاع في الشمة هذاك اللي عنده مثلا عنده الشمة في 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 فمه هو يهدر، اسكو هذاك الإنسان مثلا اللي عنده 20 25 سنة اسكو راه يهدر واقعي؟ المطالب تاعو اليوم ما عنده ني خدمة ني زواج ني طونوبيل ني مستقبل ني قرايه ني والو، يعطي مثلا يقول لك حتى وين يروح النظام؟ واش من نظام؟ نظم نفسك اولا نتايا. دونك هذو الناس اللي يشوفوا من حيث العدد، من حيث العدد اللي ما خرجوش بزاف، يقول لك ما نجحتش هذا المسيره هذه. معليش ما نجحتش من حيث العدد، نشوفوا من الناحيه الاخرى. دونك عندنا 15 يوم هناك اناس ينفخوا في هذه تاع خراطه 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 خراطه، وقدموا عريضه واش لازم الانسان اللي يروح للخراطه واش يدير واش ما يديرش. هذيك الخانه تاع الزيطوط هذيك قالت لهم عندنا مهمه، المهمه الاولى لازم الأناس هذه اللي عرفنا في الحراك القديم لازم يقعدوا الإمام نفس الوجوه. ثانيا المناشط تكون نفسها لي سلوغو واللافتات. رابعا قال لك ما تخرجوش لي درابو هذاك تاع الأمازيغ باش يولي بلي لاسبي تاعها ناسيونال وطني. قلت لكم نفس الوجوه خرجت الإمام،
ما شفناش بزاف لي ضربو تاع القبائل. نفس المناشيا قال لك زيدوا سلمية سلمية عليك. دونك من حيث المبدأ تقولوا لي ما كانش بزاف الغاشي اللي خرجوا، نعم حقيقة، ولكن الناس اللي خرجت سمعت للأوامر، سمعت للأوامر يوم 15 يوم قبل لو 16. هدرت معاكم نفس، قلت لكم نفس الوجوه، ما لازمش مثلا يخرجوا وجوه جديدة ومن بعد يقول لك لا لا هذه ثورة جديدة، هذو الناس مثلا باش ما يشريهمش الدولة. يقول لك زعما علاه ما بغيناش وجوه جديدة، هو لو كانت تخرج وجوه جديدة هذوك الناس كان مطابو وبوشاشي نفس الوجوه اليوم خرجت، هذاك تاع لي رسيديتو. دونك باش تعطيها صيغة باللي نفس الحراك، هي فقط مواصلة بعد الكورونا، ما كاش انقطاع. دونك هذه سي لا بسيكولوجي، يلعبوا على لا بسيكولوجي تاع الناس باش يقول لك هو نفس الحراك، نفس الناس، نفس الشعبية، باش يخرجوا بالهول هذاك، باش ما يكونش انقطاع بين العشرين مليون الأوائل هذو إلى ما على باليش واش صرا بعد 22. دونك كي تشوفوا من حيث المبدأ ما خرجوش بزاف، من حيث الأمر ولا بسيكولوجي الناس اللي قدموا هذيك العريضة والناس تبعوها بالحرف الواحد. دونك باش يشوفوا باللي يقول لك باللي ما كاش عودة الحراك، هو نفسه الحراك، هو نفس الناس اللي خرجوا اليوم. تروح لا كاميرا مثلا هي بافلوف، هذوك كلاب بافلوف، الكاميرا مان يروح فقط الى طابو، الى بوشاشي، الى زبيدة عسول، كل الكاميرا مان قاع الصحف يروحوا الى نفس الناس، الى بومالا، الى زبيدة عسول، الى هذاك تاع لي ارسيدي. دونك باش يلعبوا على عواطف الناس. مي لو كان يخرجوا ناس جدد، دونك تشوف باللي هناك تطور، هناك تطور في الثورة، لأنه ما واش يبغاو يديروا نفس الناس، نفس المطالب، نفس كلش نفسه، تغيير بعض الحالات مثلا لي سلوغون باش ما يأثروش بزاف، ينحيو هذوك تاع الرشاد بزاف ايتو، اسقاط النظام، هذا ينحيو بعض لي سلوغون باش يدخلوا بدي سلوغون هكذا عاطفية لغزل الناس. دوك اليوم يخرجوا 200، غدوة 400، بعد هكذاك. مي كي يشوفوا بلي حقيقة هي نفس الوجوه من الناحية الأخرى، يقول لك واحد هادو نفس الوجوه ما داروا والو، سنتين هما يزقيو يبكيو وما داروا والو. دونك هناك بعض الناس يشوفوهم باللي نفس الوجوه، صافي نفس الحراك، وعندي العزيمة، نفس الأناسيتو. النصف الآخر يقول لك هي نفس الوجوه تاع البخس، ما داروا والو، فقط نقاطعوا نقاطعوا نقاطعوا. كي يشوفوا واحد مثلا بدا يتير ويعرف يهضر ايتو يحبطوه، يقولوا ديجاج. مثلا كي يشوفوا واحد فاق بالمؤامرة الخارجية ينحيوه من الحراك هذا. وش بالعربي هذاك سمير ياك معاهم، بصح كي قال واحد الكلامات اتونسيون عندنا الدولة، نحميو الدولة، عندك مشكلة مع الأشخاص روح للعدالة، ديروا واش بغيت معاه، روح تجيبوا للساحة العمومية شنقلو، عندك مشكلة مع إنسان واحد ما يضرش الدولة، من تا راك تروح للمؤسسة، مؤسسات عديدة، العدل، مؤسسات الجيش، مؤسسات هذه وهذه، وزيد بزيادة للدولة، تكسير الدولة. دونك يهدر هو لي فيديو تاعو تاع الجمعات، هدر قال لهم اتونسيون، ما حنايا عندنا واش درنا غلط، لازم نعاودوا الحساب. دونك هذو الناس، هذو بوشاشي وزبيدة عسول، عندهم نفس النظرية، ما لازمش يجيو ناس جدد فوق راسهم،
امبوسيبل، في بالهم غير هما اللي كاينين، بصح ما كاش الحراك. لو كان يخرجوا اناس جديد تشوف هذو كيفاه يبدلوا، يخرجوا يقول لك اشياء غريبه، بصح بويسك سي لي مام، تشوف دائما نفخ نفس الاناس. كي يشوف واحد ممسي بن عندهم يبدا يفيق، لان سامي بالعربي غير كيما خلعت انايا، وش يهدر، يضرب في زيتوت، يضرب في امير ديزاد، يقول لك اتونسيون هذه الدولة لازم نحميوها، ما لازمش تصادم مع قوات الشرطة، لأن الناس هذه واش تتحوس تصادم هذاك. إذا بغيت تركض في الطريق ارقد، خرا في الطريق، حتى واحد ما يهدر معاك. الحراك ولا ماشي حراك، ارواح اقعد في الطريق، كل في الطريق، طيب في الطريق، بصح باش تدير انت تستغل الفرصة. اتونسيون، لأن في بعض البلدان الحروب السلمية هي اللي كسرت الديكتاتورية، ماشي التصادم فقط مع الشرطة، لأن الشرطي هذاك لو فات كي يخرج دائما سوايع بزاف، لي بروبلام، أتأثر في النفسية تاعو، يوصل الوقت وين يرمي السلاح يولي للشعب، لأنه يلقى الراحة مع الشعب ماشي مع الجروبمون تاعو، لان الجروبمون تاعو ينوضي البدله، كنت تخدم 8 سوايع اليوم تخدم 16 سوايع، لان عندنا لا روتاسيون، الناس راهي تتبدل. اتونسيون، عندنا كوميشه تاع الجيش وعندنا الوف تاع الشعب، دونك الشعب هذا يروح يرقد في الطريق، يروح يولي ما يرقدش مع لا فامي تاعو. تو واش صرا مثلا في لا يوغوسلافي، تو في اوكرانيا بكري، دونك هذه كانت سلميه، مي كيف تحصلوا على القوة في الشارع، يطيبوا في الشارع، ياكلوا في الشارع، يخراو ثم يتو. دونك الشرطة خلاص ولات عيات، ولات عيات، ما تقدرش نتايا. دونك اليوم كي تكريا كان مشكلة في الداخل، كل أجهزة الأمن تشوف للداخل، هيا عندنا على مارش لي رو، نشوف مثلا الحافلات، لي كاميرا، لي تلفزيون، الصحافة، تشوف كيف تكونترولي انت بلادك. انت تنسى ان هناك مشكل اخر، مشكل تولي تخرج مثلا من الحراك 5 كيلومتر، يقدر يدير لك حاجة، يطرد لك حاجة، لان علاه، لان كاع الفوكس تاعك، كل اهتمام تاعك الى الحراك هذا، باش يكون في امان، في سلميه لريال هذوك. دونك تتنحي مثلا لا سيكوريتي ميليتير ولا جهاز الامن، تنحيه مثلا بليده اروح الخراطه، تنحيه من العاصمه اروح الخراطه، باش تشوفوا كيف مثلا باش تسيروا هذيك لامارش في امان، بس انت تنسى واش كاين في الاماكن الاخرى. دونك الخطط هذه مام السلمية دي فوا تكسر لك جهاز الأمن، يولي يعيا الإنسان، يدير نفس الشيء، يخرج يدير نفس الشيء، سوتو الابتزاز هذا والاستفزازات ديتو دائما. دونك تأثر في شخصيات البوليسي هذا ولا الجيش، ولا سورتو إلا ولينا لا قدر الله دونك تنحي الجيش لي جروبمون، تخرج لارميتو. دونك لا ميسيون تاع الجيش اليوم، انت مثلا تقول له الجيش لازم يقعد في الكازيرما، بصح انت يا راك دير اشياء دونك باش تطلع من الازمه. اليوم عندنا مثلا نقولوا، لان في كل البلدان عندنا الرتب هذه 1 2 3 4 حتى 5 مثلا، درجه هذه تاع الامن، كي تولي مثلا تقريبا 5 4 3 تو، واش تقول الشرطه ما تقدرش، لا جوندار ما تقدرش، تروح تجيب الجيش، تخرج الجيش من لي كازيان. هنا في امريكا حصلت، لا بوليس ما تقدرش، عيطت للناشونال غارد، يعني الارمي هذه تاع ستيت، والارمي تاع ستيت دي فو ما يقدرش يجيبوا الارمي تاع ناسيونال اكتيف. دونك عينك واش بغاو يديروا معاكم،
توصل هي تطلع 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 المورال يطيح، جيب لارميد يقعدوا في طريق ولا يعسوا سيفيل ولا، بصح نتايا تولي مهمة الجيش اللي عندها مهمة أخرى تولي تلعب مع دراري في طريقته تنحيها من المهمة تاعها. دونك على هذا مام دي فوا السلمية لازم نعطيك وقت. هنا في أمريكا يقول لك هاي ستة تحبس، مثلا يقول لك ديمقراطية ديمقراطية ستة، يقول لك ستة تحبس تحبس، يلقاك ثم تفوطي ولا تمشي ولا تشبع القزول. في أمريكا هنايا هنايا ايوه يقول لك عندك وقت اشطح عريان نرقص دير واش بغيت، او عندك مثلا طريق هذه ما تخرجش منها. هذه في بلد الديمقراطية امريكا اللي يقول لكم انا ندير واش امبوسيبل، يدير الوقت والمكان والزمن كلش يوصل الوقت هذا خلاص. اي اجمع 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 نروح روح للدار يا. والقانون يحميهم هما. دونك انت في بلادك تلقى الناس 24 سور 24 يديروا كلش، يقول لك انا الديمقراطية، نحن بلد كيما الاوروب كيما فرنسا كيما الامريكي كيما كل حاجة عندها قانون، لان على بالهم على بالهم باللي لو كان يقعدوا الشعب سيفيل يقعد يدور 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 يدور، هذا يؤثر حتما على الجيش على لا بوليس على كلش كلش. مام هذاك الكابتن هذاك تشوفه في بوليس هذاك الشيف تاع لا بوليسيتو ما يقدرش، يديروا زوج ولا ثلاثة يديروا لا روتاسيون يحاصر الناس عم بالها عم بالها كلش كيف كيف. دونك ما كانش هذه الديمقراطية اللي تكسر لك بلاد. ما بغيت الديمقراطية نروح نديسكوتي ونعلم لك وشنو الديمقراطية. كي تفهمها الديمقراطية تقول نعلبوها الديمقراطية هذه، لأن علاه؟ لأن هذاك اللي تكره تولي تعطي له كلمة، تولي تقعد معاه، تولي تفوطي معاه، تولي ما تقدرش أنت تحبس واحد يروح ما يفوطيش. لو كنت تفهم قانون حقيقة الديمقراطية. دونك الناس مثلا راني نشوف اليوم الله تطاكي في الجيش الجيش الجيش، ومن بعد يقول لك واحد أنت عايش في بلد الديمقراطية وراك تحمي الجيش وراك تحمي السيستم، وقالوا هاني اللي يسبونا مطيرة، ورجعت لهم باش يفهموا باللي هناك هذا القانون العالمي. اوكي قانون عالمي باش تطيح عقيدة الشعب لازم تنحي الحاجة اللي تشدهم قاع. هكذا في الجيري يجيبوا مثلا يقول لك هيا نجيبوا اي تحمد الله يرحمه، بزاف الغاشي ما تحبش اي تحمد، يجيبوا بومدين يشوفوا بلي بزاف الغاشي ما يحبوش بومدين، نزيد نجيب طاف نجيب ابن باديس كاين بزاف الغاشي ما تحبش ابن باديس، نجيب الامير عبد القادر كاين شي بزاف الناس ما يعرفوش، انا نجيب واحد باش نشوف اسكو هذا الانسان هذا يغطيني لا بلو غروند ماجوريتي في الجزائر. فهمت علاه؟ ماشي باش هذيك لا بيرسون هذيك نقدسها ولا لا لا، نشوف الحاجة اللي تجمع كاع الشعب الجزائري نكسرها، الحاجة اللي تجمع كاع ايديولوجيات الجزائر مهما كانت الطوائف تاعها مهما كانت العرق تاعك، نشوف واش يجمعكم كاع باش نكسر. دونك مثلا حتى العالم اليوم العالم الجزائري كاين شي ناس يقول لك انا ماشي العالم تاعي. دونك بالعالم هذا او عندنا وناس عندهم عالم اخر نورمال. دونك مامسي لازم نحوس على حاجة واحدة اللي تجمع كاع الشعب الجزائري، نكسر هذيك الحاجة، لان علاه؟ باش نحيلهم العقيدة والوطنية نحيها من قلبهم. البلد مثلا كي يتصدى للإمبريالية كي يتصدى للمولتي ناسيونال، كي يجي عندك في بلادك
يدير الهيمنة، يسرق لك كلش وانت تشوفه تصفق عليه. بصح كي تكون حاجة العقيدة تاعك راك تفورسيك، ولا راك عندكم اتجاه واحد كاع الشعب هذاك، تبوسيو هذيك لي بيلتي ناسيونال، ما تقدروش تخليوها تجي لبلادك. دونك اليوم مثلا الدراسة هذه، مثلا هذو الأناس اللي يديروا، مثلا خلي نديرها في الفيديو واحد آخر، لأن كان شي ناس قالوا لي ديرها